في جمهورية السودان، أنا عاصم للمقاطعة، يعني عاشت في جمهورية السودان قرابة 300 سنة، ولحد هسي نحن عشان نطلع من الحتة دي أنا أفتكر أنه يجب علينا الصبر والصمت. الزينة زي أبناء دارفور، الكعبين الموجودين دي في أبناء برضو موجودين زيهم، وممكن لو ما بيقوا أكعب منهم بيكونوا مساويين معهم، برضو موجودين في القطاع الشرقي وفي القطاع الوسط وفي القطاع الجنوبي، دي موجودة كويس. السموم دي نحن لو دارين نعمل لها علاج، العلاج حقها المفروض يجي من وين؟ هل المفروض ما يجي من الزول المالك القرار؟ طيب، وبرضه دايرك برضه دايرك تتكلم ليه في حته عمر البشير مسجون لحد يوم الليل؟ انا اتكلمت في الحته دي، برضه عندي سؤال لكم انتوا كناس موجودين في الشارع وناس ثوار معروفين لكم التحيه والاحترام. البشير لحد يوم الليل احنا شايفينه ما تم استجوابه، النائب الان شقاه شنو؟ وهل انه دي محكمه؟ برضه انا ما داير بس اطلع من الكلام اللي قاعد تقوله، ولكن بس برضه داير اديك الفقره دي، اتفضل. طيب بالنسبة انه نحن ابناء وطن واحد وانه نحن شيء واحد، لا شك في الكلام ده، ونحن بنسعى لوطن ما يكون فيه يا اخي العنصرية البغيضة دي، بنسعى ليل نهار ما بنوفر اي مجهود تجاه الشيء ده. وكذلك يعني لما نمشي نعترض في امر ما، الامر ده لما يكون مضر نحن بنمشي نعترض فيه وبنتكلم فيه، لكن اذا كان ما مضر بنتجاوز عنه وما بننتبه للصغائر. لكن يعني من ضمن الناس الشخص اللي اسمه عمار علي ده، انا بطالب الناس القانونيين انه يمشوا يبدوا يفتحوا بلاغاتهم، لانه الشخص ده يعني اي لايف هو طلع يتكلم فيه كفيل كفيل كفيل، اذا كان موجود في اي مكان في العالم كفيل لادانته، واذا في حركه هو بينتمي لها الحركه دي لازم نعرفها عشان نعرف كيف نتصرف معاها، لانه الحركه دي بتمثل اكبر عدو لوحدة الشعب السوداني ولمستقبل الأمة ولأملنا ولمساحينا وثورتنا وكل شيء نحن تعبانين فيه. الأمور تكون واضحة اللي نحن طالبينه ما أكثر ولا أقل. أصغر محامي، أصغر إنسان في سنة أولى جامعة قانون يمشي يشوف لايفات الزولة بيطلع منها 60 مادة من إساءة، خلاص، لإثارة فتنة، لتهديد أمن قومي، لإثارة القبلية والفتنة والكراهية، لتهديد استقرار الدولة، ما في مادة تخلو، يعني لايف واحد عبارة عن يعني مجموعة من الانتهاكات، لايف واحد بس يمسكوا له زول واحد، والشخص ده بيدعي انه الشيء اللي خلانا نتكلم شنو؟ انه الشخص ده بيدعي انه بينتمي لحركات. سألنا ناس الحركات، ما أكذب عليك يا حامد يعقوب، أنا سألت أغلب الحركات، كل حركة بتقول لا ده تابع لفلان، ده تابع لفلان، خلاص؟ إحنا عايزين الحركة اللي بينتمي لها زول ده تطلع تنفي الكلام ده، إنه بينتمي لها ولا ما بينتمي لها، وإلا هنعتبر توجه الزول ده هو نفس توجه الحركة، وإن كانت تظهر شيء ثاني، ما نحن ما ينفع نلبد، نحن ما ينفع ننتظر واحد افكار متطرفه زي دي لحد ما تتمكن من الدوله السودانيه وتجي تمارس عنصريه ثاني وقتل وتشريد. احنا كفانا موت كسودانيين، احنا عايزين نعيش بعد عشان نعمر بلدنا. اتوقع لحد كده يعني انا وصلت رؤيتي وصوتي بخصوص العنصريه عامه، والشخص اللي ذكرته ده بالتحديد كويس يساندمه لوحده الوطن، والانسان ده لازم القانونيين يشوفوا شغلهم بعد ده، ما بينفع ينسكت اكثر من كده على ناس زي دي. طيب. واي عنصري غيره من اي مكان ثاني برضه لازم يكون في قانون يردع ويحاسب الناس اللي بتتصرف تصرفات زي دي عشان بلدنا دي تعب، لانه نحن 56 سنه ولا 70 سنه ما في عدو ما يتمكن عن علينا الا بالطرق الزي دي، الا بالطرق الزي دي. فنحن بنتمنى انه المهازل اللي تجيف ووطننا ده يتعافى من البلد ان شاء الله ونعبر. بالنسبه لموضوع البشير ومحاكمه البشير، الموضوع ده بيحتاج قانونيين هم يتكلموا فيه، لكن انا كانسان بسيط متابع شايف انه البشير بنفسه قدام المحكمه قال انا ما استجوبوني وما جاء المحامي بتاعي وما ما قلت اقوالي. ليه الاجراءات ماشيه غلط؟ لصالح منو وللهدف شنو؟ وشنو اللي نحن كشعب سوداني ما عارفينه؟
يعني نحن لازم نعرف يعني ليه ما مشوا معهم بالإجراءات، ليه ما في استجواب. النائب العام إذا في أي رأي في النائب العام أو في أي طعن على النائب العام، هل حجزت الحوة السودانية إنه يكون في نائب عام غير النائب العام الحالي ده؟ وخصوصا إنه في جدل كثير أصلا عن النائب العام. ليه الإجراء؟ أنا بعرف إنه لما يكون في متهم بكون في إجراءات من شرطة أو جهاز أمني بيعتقد خلاص، بعد ذاك بتجي النيابة، خلاص بعد ذاك بيجي دور القضاء. البشير قال إنه أنا ما استجوبوني، والكلام ده على العلن يعني الناس تنتبه بالحاجات دي. الشيء اللي بيبدأ غلط بينتهي في النهاية نهاية غلط. إحنا دايرين نعرف البشير ده ذاته ليه ما يتحرر معاه، وأقواله شنو ذاته في التحري إن تم التحري معاه، وباقي المتهمين العدالة بالمناسبة يعني. وحتى المتهمين من غير توجيه تهم معينة أمثال معمر موسى أو كده، احنا عايزين نعرف ذاته الناس دي المسجونين لشنو، النيابة يتحرك معاهم في شنو، التهم الموجهة لهم شنو، القضاء يتحولوا للقضاء. نحن ما عايزين زول يكون قاعد في المستشفى في السجن وياكل ويشرب على حساب الشعب السوداني ويتعالج، واصلا الشعب السوداني ما عارف ذاته الزول ده مسجون لشنو واجراءاته ماشيه كيف. فنحن بنتمنى شفافيه واجراءات سليمه. اكثر من كده احنا بنتمنى انه القانونيين هم اللي يتكلموا في الامور دي، لانه نحن ما قانونيين، وبنتمنى انه العداله للكل، مع انه العداله للبشير بتكون يعني معروفه بان اصغر انسان بيعرف يعني البشير. اي واحد مولود في السودان في خلال ال 30 سنه دي اطفال الروضه بيعرفوا يعني شنو بشير، يعني شنو نظام البشير وعملوا فينا نحن شنو ووصلونا لشنو. دي حاجات ما غايبه خلاص. فنحن بنتمنى انه القانون ياخذ مجراه، لانه من مصلحه الوطن والشعب والامه والعداله انه القانون ياخذ مجراه بطريقه صحيحه. ده بالنسبه لموضوع البشير. طيب الموضوع الرابع التالي بالنسبه لك انت، لموضوع المخابرات المصريه، الامن المصري تلاعب بالاقتصاد السوداني و طيب موضوع تلاعب المخابرات المصريه بالاقتصاد السوداني الشيء ده ما جديد، وما بسميه مخابرات مصريه، انا بسميه الدوله المصريه. كويس. لانه حتى في عهد البشير اللي هسه موجود في السجن، والكلام ده اي انسان امني او اي انسان متابع للشان العام بكون بيعرفه، مواقف شندي كانت مليانه بالمعتقلين المصريين اللي بيقبضوه بيحاول يزور عمله، اللي بيقبضوه بيمارس طرق غير سليمه في التجاره، مع العلم انه نظام البشير نفسه كان عنده طرق غير سليمه مع نفس المصريين، يعني حاجات كثيره مشربكه مع بعض. الخلانا نقول الكلام ده انه يا اخي انا كمواطن سوداني حاليا موجود خارج السودان يا شعب السودان، بقول لكم هسي لو دايرين انا امشي لكم اي مول كبير هنا، امشي اصور لكم منتجاتكم انتوا كسودانيين، حاجاتكم انتوا خلاص مكتوب عليها صنعه في مصر. انا عارف البلح حقنا، انا عارف يا اخوانا اللحم حقنا، انا عارف البنغوليز حقنا، انا بعرف الصمغ السوداني، وما ينفع نقول صمغ عربي لانه ما في شيء اسمه صمغ عربي، صمغ سوداني. انا عارف حاجاتنا، انا عارف حاجات بلدي، انا عشت في بلدي ولفيت اركان بلدي كلها وعارفه كويس. خلاص بلقى الحاجه دي موجوده باسعار، احنا محتاجين انه الاسعار دي نستفيد منها، ونحن اللي نكون صدرنا الحاجه دي موجوده ومكتوب عليها صنع في مصر. عايزين نفهم كيف يعني صنع في مصر، كيف بس صنع في مصر؟ لحوم سودانيه تتصدر ويقول لك صنع في مصر. يا اخواننا الكلام ده ما كويس في حق الراعي المسكين اللي بياخد سنين وهو بيربي الحيوان، ما كويس في حق المزارع اللي بيضيع عرقه كله في الارض عشان الحيوان ياكل والانسان ياكل. خلاص ما كويس في حقنا نحن ذاتنا كسوداني، مالنا نحن؟ ما بنستاهل خيرات بلدنا دي يعني، ولا ما بنقدر عليها، ولا هل نحن سذج؟ طيب استاذ فضل في داخل معلش للانقطاع المقاطعه، يعني في داخل الكلام ده الحل شنو؟ نحن كشعب سوداني، ما الكلام ده ممكن يتقال كثير،
نحن كسودانيين الحل شنو الآن مفروض نحن نعمله مع الثورة دي شنو؟ كويس؟ إحنا العلم معروف العالم ده كله لا يمكن يصنع بيبسي أو يصنع أي مشروب قازي بدون وجود السمق السوداني. وإحنا عندنا بنسبة 80% من بنسبة 80% في العالم كله السمق، ومن أقوى المواد الآن، من أغلى من البترول. نحن كشعب سوداني مفروض نوقف شنو ونعمل شنو؟ السمق ده ذاته بدل يمشي يتحرك بتشاده يمشي بغيره يمشي بغيره، والآن ده موسم السمق. أحس إن إحنا بنتكلم فيه ده الموسم بتاع الشتاء، موسم السمق، الموسم بتاع السمق ذاته ده وقته، السمق بتاع الحشاب ولا بتاع الطلح ولا أي سمق، ده الموسم حقه في الشتاء. طيب المطلوب وده أقوى من البترول، ودي ثروة يعني ذوية جدا. نحن نعمل شنو الليلة قبل بكرة؟ اتفضل. طيب نحن نعمل شنو؟ أول حاجة أنا وإنت نعمل شنو؟ ما في حاجة يسب أعرف يا حامد، لا حصلت منه. أنا متفق معك، يعني متفق معك. اسمه صمغ سوداني، لا 85. أنت بتقول 80 بالمناسبة، لا ما 80، 85% كويس من إنتاج العالم كله للصمغ العربي في السودان. لكن الصمغ السوداني نحن نسميه، ما حيكون صمغ العربي. طيب. نقول على أول شيء نسمي الشبه اسمه الحقيقي. الصمغ السوداني. اسمه صمغ سوداني أول شيء. أوكي. الشيء الثاني. أحييك. أول شيء نحن نوقف حاجة اسمها قطع الأشجار المهمة زي دي. حاليا نحن بنلقى صور كثيرة بتجينا بتصلنا إنه في ناس قاعدين تقطع، قاعد تدمر في المورد ده لعلمك يعني. أنا داري أديك حاجة واحدة بس هنا. نعم. نحن عندنا في دارفور. في دارفور. عندنا ناس يعني ناس من انتماء كده معين كده يعني فئة معينة من القبائل الموجودة في دارفور ما عندها صنعة غير قطع الشجر، والواحد بتلقاه عنده 14-15 دابة. اسمع كلامي بقول لك ده كويس، يعني هذا بدون ما اخذ عنده حمار، 15 حمار 10 حمار، ناس معينين في جنوب دارفور بيقطعوا الشجر، الغابات دي كلها رموها الوضع. الناس دي نعمل، وده ما من يوم الليلة، من 86 و87 و88، والحاجة اللي كانت دخيلة في السودان وإحنا كنا أطفال، والناس اللي لحد هسه موجودين، ومن ضمنهم كثير جدا ممكن شفنا في شرق السودان، في ناس موجودين الآن في شرق السودان برضو. يعني شفنا كان الفحم بتاع المسكين وقطع الشجر بكثافة هائلة جدا في شرق السودان، كان بودهم لبور السودان، بودوا الفحم لسعودية وغيرها. يتفضل. طيب بالنسبة لقطع الأشجار لازم الدولة تنظم الحاجة دي، قطع الأشجار زي الصيد زي أي شيء، دي موارد طبيعية، التعامل معها بيتم بطرق علمية وبطرق معينة، الدولة تقوم بدورها. إحنا عندنا وزارة اسمها الغابات، فيها وزير بياخد راتب ونائب وزير وسكرتير وزير وهلوم جرة، ديل بياخدوا رواتب وهم نايمين ما شغالين، الناس ديل يشوفوا شغلهم ولا يمشوا الشارع يقفلوا لنا الوزارة دي، لأننا كمواطنين نكون عارفين إنه ما عندنا وزارة زي دي، نحن نعمل نشوف شغل تطوعي ندير الشغل ده. لكن في وجود الوزارة دي، المفترض الوزارة دي هي تقوم بدورها، هي اللي تشتغل شغلها، تنظم خلاص شنو اللي يتقطع شنو اللي ما يتقطع، شنو اللي يتعامل شنو اللي ما يتعامل في البيئة، دي حاجات المفترض الوزارات المعنية هي تهتم بها، ونحن كنشطة وكمتابعين حنصعد الأمور دي، وحتى الوزارات دي حنمشي لها لحد عندها في محلها، حنوصل لها إنه الكلام ده ما ينفع. خلاص لو لزم الأمر ذاته نعمل لهم مواكب، نقفل الوزارات دي، أمشوا ما دام ما منكم فايدة، ما شايفين شغل. خلاص بالنسبة للتصدير الشيء كويس، يعني ما عارفين إنه لحد اليوم هو كلام ليس إلا، ما شفناه في الفعل، انه في توجه من الدولة الجديدة انه الناس تبدأ تستعمل المواد الخام بتاعتها، المواد الخام تتصنع بعدين تتصدر، ما في تصدير للخام. الشيء ده ما زال لحد اليوم كلام فقط، ما شفنا له اي فعل لحد الان، ما زال كلام. ونحن يعني ما بقول لك بالنا طويل او مستعجلين، لكن الشيء ده خطير وبيهدد مواردنا. يعني انا قبل يومين ولا ثلاثه شفت لي مقطع فيديو لمواطن مصري مستضيف الاعلام المصري
شفت كمية من البقر السوداني، نعم يعني أنا قلبي وجعني يا حامد نعم يعني لما شفت بتذكر أنا قد رسلت لك المقطع ده. أيوة قلبي وجعني يا أخي، يعني بكمية من مواردنا، بالمناسبة التصدير ما بالطريقة دي. إحنا نعرف ذاته عندنا كم راس، العلم بيقول إنه نصدر كم نخلي كم عشان ما نفقد الثروات دي. الثروات دي نعم ربنا أكرمنا بها، لازم نكون إحنا بنستحق النعمة اللي ربنا أكرمنا بها دي، ونتعامل معها بشكل حسن ونحمد الله عليها ونستفيد منها، وبدل نموت في بعضنا ونتفتن في بعضنا نعمر بها بلدنا. خلاص الليلة يا أخي لا يمكن يا أخي أنا أشوف على مدى ماشية سودانية خلاص موجودة حية، يعني جريمة، دي جريمة ضد الموارد دي. الناس اللي قاعدين يعملوا كده لازم يعرفوا إنه طريقتهم دي غلط، طريقتهم دي غلط، دي جريمة في حق التاريخ حقنا، في حق شعبنا، في حق الأجيال اللي جاية. أنتوا قاعدين تضيعوا نعم ربنا أدانا لها في يدنا، أنتوا قاعدين تضيعوها، دي خيانة. كيف يا أخواننا الكمية دي موجودة كده برا السودان، لا نستفيد من جلودها، لا من أظافرها، لا من أي جزء من أعضاء غير اللحوم، وهي حتتباع على أساس إنه ده بقر بس، ده لحم بس، وحيتباع بالسعر الرخيص. وشفت شفت المصري بيتكلم كيف؟ بيقول لك انا اعكل المصري حته لحمه سودانيه طعمه، حته سودانيه، لحين انه السوداني نفسه ما قاعد ياكل حته لحمه سودانيه طيب. بالوقت الراهن. طيب انا من ابرك قبل ما نديك الاسم ده تواصل، من ابرك